بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة السابعة. المحاضرة السادسة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإضاءة وعملنا تيست إضاءة زي ما احنا شايفين هنا على الجزء الأولاني اللي هو الحمام وجزء المكتبة قعدة الجلوس. طبعا كان في حاجة محتاجة بس تتعدل، هي إن أنا الإضاءة بتاعة السيلينج لايت اللي هي الإضاءة اللي نازلة من السقف، محتاج بس ان انا اكبر الرينج بتاعها او الفول اوف بتاعها، القطر بتاع الاضاءه، عشان تيجي على الكرسي اكتر وتيجي على الشخصيه بتاعتي. تاني حاجه، الشباك هنا ما كناش عاملين ليه ازاز، فممكن نكون حابين نضيف ليه ازاز عشان يبان الانعكاس بتاعه وهيكون افضل معايا في اللقطه. فتعالوا نشوف الحاجتين دول نعملهم الاول. هنمسك اول حاجه الاضاءه، وتعالوا هندخل على القطر بتاعها من هنا من الدايركشن، ونكبره شوية كده بحيث ان هو يدي اضاءة على مساحة اكبر. تمام، تعالوا نعمله 7 من 10 كده. تمام، وبعد كده تعالوا نمسك الشباك وتعالوا نعمل له الازاز بتاعه. لو جينا مسكنا البوردر ده والبوردر ده والبوردر ده ونقول له كاب، وبعد كده نمسك الفيسز دي كلها ونقول له دي تاتش افصلها لي، وبعد كده هنمسكهم ونديهم شيل موديفاير شيل عشان خاطر يبقى ليهم سمك. ونصغره طبعا شوية كده، وبعد كده نديهم ماتيريال ازاز. نروح نديهم ماتيريال جديدة، خلي لونها جراي والريفليكشن 100% والريفراكشن نفس الكلام. وممكن لو عايزين في الريفليكشن نزود الانعكاس بتاعه، ممكن نغير في الاي او ار نزوده شوية، خليه مثلا 1.8. تمام كده. وطبعا لو عايزين نديله كلر لون، فطبعا هيكون هنا من الفوق كلر. تعالوا نشوفه كده في الريندر ونشوف هيبقى عامل ازاي. نيجي نعمل ريجون على الجزء ده ونقول له رندر. طبعا احنا كل ده شغالين بالاوفر رايت ماتيريال، لسه الماتيريال بالزهره معايا عشان ما ياخدش وقت معايا في الرندر. طبعا زي ما انت شايف الازاز مش شفاف، في مشكله. هي بتظهر معانا بالشفافة لان احنا طبعا شغالين على الاوفررايت ماتيريال، فالمفروض ان احنا نعزلها يعني. فتعالوا نسميها مثلا ويندو، وتعالوا ندخل، انا ناسي ان احنا شغالين على الاوفررايت ماتيريال، المفروض نعزلها الاول عشان تظهر بالماتيريال بتاعتها. ندخل على اعدادات الريندر وندخل على الاوفررايت ماتيريال من جلوبال سويتشز من هنا، ونقول له اكسكلود لايه بقى؟ للويندو. ادي اهو الويندو، نجيبه الناحية التانية ونقول له اوكي عشان لما اجي رندر تظهر بالماتيريال بتاعته. كده تمام، زي بقى ما انتم شايفين الانعكاسات كده تبدأ تبان معايا بتاعة المشهد، فطبعا هتبقى احسن في الاضاءة وفي اللقطة معايا. طبعا احنا محتاجين برضو عشان اعدادات الاضاءة عشان ما يعمليش حسابات اضاءة كتيرة يعني للشمس اللي داخلة واضاءة اللي داخلة من بره اللي هي اضاءة الشمس او تأثر معايا على الاضاءة. مفروض ان احنا بنعمل اكسكلود للاضاءة للازاز يعني من الاضاءة، يعني بنخلي الشمس تتجاهل الازاز كأن ما فيش ازاز عشان الاضاءة تخش من غير ما تعمل عمليات حسابية وتاخد معايا وقت في الرندر، سواء كان البلان اللي هو الفيري بلان اللي على الشباك او الشمس. زي ما انتم شايفين طبعا الازاز ادى لقطه جماليه اكتر لما اتعمل. طبعا ممكن بقى نحط عليه اي تكتشر في الجلوسنس عشان خاطر لو انت عايز تدي للازاز اي نقشه، بس خليه زي ما هو كلير كده. تمام، نوقف الرندر وتعالوا بقى ناخد الفيري بلان ده ونقول له اكسكلود من هنا
هننزل تحت في الاوبشن وهنقول له اكسكلود من هنا اللي يبقى للويندو برضو عشان ما يحسبهوش في الاضاءة معاه. ونمسك الشمس نخرج كده ونمسك الشمس بتاعتنا نفس الكلام ونقول له اكسكلود للويندو بتاعنا عشان خاطر الاضاءة تتجاهل الازاز بتاعنا. نيجي نعمل رندر. تمام معايا، مفيش كده اي مشكلة. طيب نوقف الرندر وتعالوا ندخل نكمل بقية الاجزاء. تعالوا مثلا نبدأ بالجزء بتاع الاضاءة هنا على التلفزيون، وحدة التي في. طبعا احنا هنا السبوتات احنا مدخلينها، السبوتات نفسها الفيري لايت ماتيريال اللي هتنور جواها اللي هي الزرقاء، فطبعا لازم السبوتات تكون زرقاء. طبعا احنا لو دخلنا هنا وشفنا الماتيريال بتاعت السبوت دي معمولة ازاي، هندخل نعمل لها بيك، هنلاقيها اللي هي عبارة عن فيري لايت، هنلاقي انها عبارة عن ملتيب اوبجكت ماتيريال، يعني فيها كذا ماتيريال على الموديل. طبعا اول تو ماتيريال دوت السبوت، ماتيريال السبوت نفسها، وتالت واحدة اللي هي الماتيريال بتاعت الفيري لايت ماتيريال اللي هي الماتيريال اللي بتنور زي ما شايفين. ده الباور بتاعها، ده الرقم بتاعه 1000، وهنا ده اللون بتاعه. فانت لو هتعمل الاضاءة بتاعت السبوت ده اورنج او ورم، المفروض ان انت هتغير الكلر وتعمله اللون اللي هو الاورنج. طيب احنا هنيجي هنا محتاجين ان السبوتات هنا احنا كنا عاملينها زرقاء صح كده في الرندر، تمام؟ فمحتاجين مثلا السبوتات هنا تكون مثلا اورنج مثلا على الحائط ده. فهنيجي هنا في السبوت ده نحطه بس الاول في مكانه، فهو تقريبا متحرك من مكانه. نجيب التارجت على الحيطه، نظبط السبوتات في مكانها ونخلي التارجت على الحائط. تمام كده ظبطت التلات سبوتات بتوعي. تعالوا الاول عشان برضه كنا هتلاقيهم متاخدين انستنس لما كنا شغالين بنعمل تيست، فتعالوا نمسح السبوت ده والسبوت ده، ونمسك بقى السبوت ده ونقول له فك من الانستنس انا عايزك لوحدك، وناخد الاتنين دولت ونقول له شيفت، وناخد احنا بقى منه النسخ التانية انستنس من الاول. تمام كده. طيب ندخل تاني جوه الفراغ ونعمل دي اول، ونرجع تاني كده نعمل زوم على التلفزيون. تعالوا نحط هنا كاميرا عشان نبقى واقفين فيها بس ونشوف اللقطة معانا. ندوس سي ونبعد كده زوم ونقول له شيفت اف، ونظبط التارجت نقفله ونفتحه تاني، ونعلم على التارجت ونرفع اللقطة بتاعتنا كده لفوق. تمام ممكن نيجي نقف بالكاميرا كده شوية. تمام كده، ونعمل سيلكت كاميرا ونقول له اظبط الرأسية، ممكن نبعد شوية كده. تمام بس دي كاميرا بس نعمل عليها نشوف بس منها اللقطة. تمام او ممكن ناخد كاميرا هنا كده من الوش، تعالوا نقف كاميرا هنا كده ونقول له اظبط الرأسية واقفل التارجت وافتحه تاني. طبعا الكاميرات دي في الاخر هنمسحها يعني، ونحط بقى الكاميرات بتاعتنا اللي هناخد بيها اللقطة يعني. تمام كده، ونقول له امسك الكاميرا واظبط الرأسية. طيب هنا وحدات الإضاءة اللي معايا، إضاءة الليد اللي ورا التلفزيون، إضاءة السبوتات. فتعالوا أول حاجة نمسك السبوتات، نتأكد الأول إن هي نازلة في مكانها صح زي ما انتوا شايفين هي طالعة لفوق، فنظبط مكانها تحت السبوت السبوت. تمام كده ده أول واحد. وهنا تعالوا ندوس F3 عشان نمسك السبوت وننزله تحت السبوت كده. نفس الكلام هنا هنمسك السبوت وننزله تحت. تمام نقف في الكاميرا هنا. السبوت ده لو جينا دخلنا في الاعداد بتاعته زي ما انتوا شايفين معمول ازرق اللي هو الكولد،
هنيجي نحوله ل 2500 نخليه اضاءته وورم. طبعا دولت انستنس منه فكلهم هيتغيروا معاه. تمام، دي اول حاجه. تعالوا نعمل تيست اضاءه للسبوتات الاول ونشوف مظبوطه ولا لا. الاول بس تعالوا نتاكد ان الكاميرا اللي احنا حطيناها دي، نعمل سيلكت كاميرا، نتاكد ان الشاتر سبيد بتاعها 50 الاول، الاعداد بتاعتها مظبوطه تمام. ودي هنعملها ناتشرال، نظبط الرأسيه عشان خاطر الاضاءه تبقى مظبوطه معانا على الشاتر سبيد بتاعنا. تمام كده، زي ما انتم شايفين السبوتات بتاعتي مظبوطه، الاضاءه بتاعتها قويه وواضحه. طيب تعالوا نوقف، دي اول حاجه اتظبطت. تعالوا بقى نشوف الليد اللي ورا التلفزيون، اللي ورا الجبس. زي ما انتم شايفين احنا عاملين الجبس وعاملين له الجزء اللي وراه ده هينور. طبعا ده اللي هو الجزء القديم اللي احنا مسحناه، احنا هنمسح ده وهناخد بقى الجزء الجديد اللي احنا عملناه ده، وهنمسك الجزء ده وهنديله ماتيريال تانية بتنور. فممكن ناخد نفس الماتيريال اللي هي موجودة في السبوت، ناخدها من هنا كوبي ونروح نديها على كرة جديدة من هنا بيست كوبي، بحيث ان احنا نديها له كده على طول من هنا. بس طبعا انت اعمل لها ديتاتش الاول وبعد كده حطها لها، او تحطها لها وتظبط بقى على ايه الماتيريال اي دي. هنا اتحطت معايا على طول فخلاص مش مشكله. بعد كده هنيجي نديها اللي هو القيمه بتاعتها الالف، نخليها زي ما هي ونشوف النتيجه بتاعتها. طبعا ممكن نغير في اللون، تعالوا نشوف بس الاول النتيجه وبعد كده نشوف اللون هيبقى تمام ولا لا. تعالوا نعمل ريندر. تعالوا بس نعمل جزء ده ريجون كده عشان خاطر ما ياخدش وقت، ونشوف اذا كان الفيرلايت ماتيريال هتكون كافيه ان هي تنور معايا ولا هحتاج ان انا احط بدل بقى ما فيرلايت ماتيريال نحط مثلا اضاءه مش عشان تديني اضاءه اكتر كانها بقى خط ليد معايا. زي ما انتم شايفين الاضاءه يعني ضعيفه شويه. تعالوا نجرب نعلي الباور بتاعها، يعني هي كويسة بس محتاج ان الباور بتاعها يعلى شوية. تعالوا نشوف لو علينا الباور. تعالوا نوقف الرندر ونخلي الباور بتاعها دي الاضاءة نخليها بدل ما هي 1000 تعالوا نخليها 2000، وتعالوا نرندر تاني. طيب ده كده الباور بتاعها زي ما انتم شايفين. لو جينا نجرب نعمل هنا مقارنة بين A و B، يعني انا مش حاسس. تعالوا هنا نعمل ايه، يعني انا مش حاسس بفرق كبيرة. وطبعا الفيرلايت ماتيريال ما بتطلعش اضاءة قوية للأسف، يعني هي كل فايدتها ان هي تخلي اللمبة تبقى منورة وتطلع ضوء حواليها. فطبعا نضطر نعلي الباور جامد. فممكن تعالوا بقى نجرب نعمل هنا مش ونشوف هتنفع، يعني هتبقى نتيجتها افضل ولا لو مش نتيجتها افضل ومش فارقه فخلاص احنا ممكن نكتفي بالمش يعني. فتعالوا هنعمل ريكتانجل من هنا من النص كده، وهنقول للريكتانجل ده اتحول لي 3 دي من قائمه ريندرنج كده. ممكن نكبر السمك بتاعه شويه كده، طبعا مش عايزين نكبره قوي عشان ما يبقاش باين معايا في الرندر. نجي هنا في التوب ونتاكد ان احنا حاطينه في مكانه.
وبعد كده نحوله لإيديت بولي، تمام. وبعد كده نجيب إضاءة مش لايت فيري لايت، ونجيب إضاءة مش التايب المش بتاعها ونحطه هنا، وبعد كده نقول له اعمل لي بيك مش لللاين ده كده عشان يتحول لمصدر إضاءة، وهنقول له نفس الكلام الباور بتاعك 30، نخلي الإضاءة عايزينها مثلا 12,000 عشان تبقى زرقاء، وتعالوا نشوف بقى الباور 30 ده هيكون كافي ولا لأ. تعالوا نجرب نعمل ريندر تاني. طبعا الإضاءة واضح إن هي ضعيفة. تعال ندوس F3 ونمسك الإضاءة الفيري لايت ونخليها بدل 30 300، نضرب رقم كبير ونشوف النتيجة. بدأت هي تنور شوية. خلي بالك ان الاضاءة انت ممكن تحتاج ان انت الباور بتاعها يبقى عالي قوي بسبب ان مصدر الاضاءة نفسه اللي انت حاطه صغير، فكون ما كل ما يكون مصدر الاضاءة بتاعك رفيع او صغير كل ما يكون هيطلع كمية اضاءة اقل، فانت بتبقى محتاج ان انت تعوضه عن طريق ان انت تحط الباور عالي زي ما انت شايف الباور بتاعه. طبعا حاسس ان هو محتاج يعلى اكتر، وطبعا اللون ممكن نخليه 18,000، محتاجين يبقى أزرق شوية، أو ممكن نخليه 20,000 كده، ونخلي بدل 300 نخليه 600. تعالوا نعمل رندر. كده تقريبا اهو الإضاءة بقت واضحة معايا أكتر وبقت كويسة. طبعا لو جينا وقفنا ده وعملنا مقارنة هنا A وجينا A و B، ده كده بالفيري لايت ماتيريال بس من غير إضاءة مش، وده كده بالإضاءة المش. فزي ما انت شايفين الإضاءة المشي زودت معايا الإضاءة وبقت أفضل بكتير عشان خاطر تعمل عزل فاصل دمج بين هنا اللونين، إن في هنا أورنج وفي هنا أزرق، يبقى الاتنين تقريبا بنفس القوة، ما يبقاش واحد قوي كده والتاني ضعيف مش ظاهر معاه، تمام. ودي كده أول تاني إضاءة، يبقى احنا كده ظبطنا إضاءة السبوتات، وبعد كده ظبطنا إضاءة إيه الليد بتاعت التلفزيون. طبعا هنا في التلفزيون ده محتاجين الماتيريال بتاعته تظهر عشان نشوف الشاشة دي هتبقى منورة ولا لا. يعني احنا لو جينا الماتيريال بتاعت التلفزيون وخدناها بك من هنا، هنلاقي ان الصورة دي احنا حاطينها مجرد صورة، يعني في كومبوزايت ماتيريال ما ملهاش اي نور. فانت طبعا لو عايز الشاشة دي تنور محتاج اللي انت تحطها في ايه فيري لايت ماتيريال. طيب تعالوا نشوف اصلا الصوره هتبقى كويسه ولا لا. هنيجي نمسك التلفزيون ونقول له مثلا هنسميه تي في، ندي الاسم مميز، وتعالوا ندخل على اعدادات الريندر. ونقول له هنا اكسكلود ليه للتي في حرف التي، نقول له روح الناحيه الثانيه ونقول له اوكي. وتعالوا نقف كده ونشوف لما نيجي نرندر. تعالوا نعمل بقى الريجن المرة دي هنا كده. تعالوا نعمل ريندر. طبعا زي ما انت شايف هنا ان اضاءة التلفزيون يعني كويسة، او الوان الصورة او اضاءة الصورة نفسها اللي انت مستخدمها في الماتيريال كويسة مش وحشة، يعني منورة. وطبعا اضاءة السبوت اللي فوق متوجعة التلفزيون جامد، فعشان كده هي اللي عاملة له انارة جامدة. فطبعا انت لو عايز تقلل ان السبوت ما يبقاش ضارب على التلفزيون كده
ممكن انت توجه السبوت على الحيطة على طول فوق التلفزيون، ما يبقاش متوجه لتحت على طول. فتعالوا نشوف النتيجة دي الأول، وبعد كده تعالوا نغير اتجاه السبوت، وبعد كده نشوف الفرق بينهم. طبعا السبوت ده زي ما انتم شايفين التارجت بتاعه نازل لحد تحت، متوجه لتحت، فاحنا ممكن نرفعه كده لفوق وندخله اكتر جوه الحيط، بحيث ان هو يضرب الليد بتاعه هنا من فوق ما ينزلش لتحت. فلو جينا شفناه كده نطلعه بره شوية كده، تمام. وتعالوا كده نشوف الإضاءة كده هتختلف ولا لأ. زي ما انت شايف السبوت، بس طبعا ده كده مش لطيفة، فاحنا ممكن نعمل حاجة كويسة، ممكن نرجع السبوت ده لتحت تاني. بس هنعمل حاجة بسيطة، ان السبوت ده هنفصله من الانستنس ونقول له خلي الباور بتاعه اقل شوية كده عشان خاطر ما يبقاش ضارب على التلفزيون جامد. ونعمل تاني ريندر، تعالوا كده نوقف، تعالوا نعمل دي اي ودي بي. زي ما انت شايف لما هديت الاضاءه، الاضاءه هنا كانت لاسعه قوي على التلفزيون، هنا كده هديتها شويه فكده بقت مناسبه معايا اكتر. تعالوا بس نتاكد من الماتيريال تاني، عايز اتاكد منها فين الماتيريال. تمام. طبعا انت لو عايز تعمل الماتيريال دي كروب، هتدخل من هنا تعمل له على كروب وتعمل له ابلاي، ونصغرها شوية كده من هنا عشان اللوجو ده يتشال. تمام. زي ما انت شايف الصورة بتتقص هناك اهي عشان اللوجو ده ما يبقاش ظاهر معايا. طيب انا كده ظبطت اضاءة التلفزيون وإضاءة الليد اللي وراه. طبعا ده ممكن نرجعه كده ورا شوية في النص كده، وعندي إضاءة السبوتات ظبطت معايا. تعالوا بقى نظبط إضاءات السقف. عندي الاي اس خلاص مظبوطة، تعالوا نشوف الليد اللي معمول في السقف. فلو جينا خدنا الماتيريال بتاعته، عملنا بيك للماتيريال بتاعت السقف، هنلاقي ان اول ماتيريال اللي هي دي، طبعا احنا عايزين نفس الماتيريال دي، كنا واخده نفس الماتيريال بتاعت الجبس اللي هو هنا، اللي هو احنا كنا عاملين اتنين ماتيريال، واحده للحائط واحده اللي هي هتتاخد الجبس اللي هي بتاعت ايه السقف، كنا مسمينها السقف. فلو جينا خدنا بيك للماتيريال دي اللي هي كان اسمها السقف، اللي هي فيها الماتيريال اللي احنا عاملينها بس من غير البامب، طبعا احنا عايزين ناخد الماتيريال دي هي تبقى نفس الماتيريال اللي في السقف بتاعنا. فلو جينا خدنا السقف كده ايزوليت، السقف ده الماتيريال بتاعته ايه، اللي هو الماتيريال الاولانيه اللي هي اللي كانت جايه اللي هي دي اللي هي رقم واحد، والتانيه اللي هي الليد. فانا عايز الماتيريال اللي هي الاولى دي تبقى هي نفس الماتيريال اللي هي بتاعت السقف اللي انا عاملها بقى دلوقتي الجديده. فهاخد ماتيريال السقف من هنا كوبي، واروح في الماتيريال بتاعت السقف ده واجي هنا واقول له مكان دي بقى بيست، فتروح تتاخد مكانها. فلو جينا هنا دخلنا في الماتيريال دي وعملنا شو للصوره دي، هتلاقيها هي اللي ظهرت معانا. بس هي ليه بالظهره، تعالوا نعمل شو للصورة الأول أهي، نعمل لها شو كده هتلاقيها ظهرت معاك أهي. تمام كده، كده أنا اتأكدت إن الماتيريال هي اللي متاخدة اللي هي بتاعة السقف اللي عملناها. نرجع بقى تاني، طبعا نتأكد اليو في دبليو ماب متاخد 200 200 200 نفس القيم اللي كنا حاطينها. نرجع بقى ونشوف الليد، ماتيريال بتاعة الليد واخدة اللون الأزرق ده، واخدة إضاءة 10000. تعالوا ندخل في الكاميرا ونعمل ريجون على الإضاءة اللي فوق كده، وتعالوا نشوفها. طبعا زي ما انت شايف الإضاءة ضعيفة شوية. تعالوا نقف، عايز أتأكد بس إن السقف مكانه مظبوط، دي أول حاجة. تمام كده، تمام.
تعالوا بقى ندخل هنا في الماتيريال ونقول له الماتيريال دي بدل 1000 تعالوا نخليها مثلا 5000، نزود الإضاءة وتعالوا نعمل ريندر، نعمل انهايد اول الأول وبعد كده نعمل ريندر. هو تقريبا الإضاءة، استنوا كده احنا مش عازلينه من الـ Overwrite Material. تعالوا نخلي الجروب ده او السقف ده نسميه سي، اللي هو السيلينج، اختصار للسيلينج. وتعالى ندخل في اعدادات الريندر، عايز اتاكد بس ان هو مفصول عشان خاطر الماتيريال تبقى ظاهره كويس. احنا كده كده عاملين اوفررايت ماتيريال للسيل اللي هو الفيري لايت ماتيريال تظهر، بس تعالوا برضو احتياطي نعمل له عزل. تمام كده كويسه، تعالوا نوقف. طبعا لو انت محتاج ان الاضاءه ما تبقاش مجرد خفيفه كده ومحتاجه ان هي تبقى تقيله، طبعا هتضطر بقى ان انت تمسك السقف ده كله وتمسك ايه، تعمل لكل واحده من فوقيهم اللي هو الاضاءه المش عشان خاطر تنور بقوه. طيب انا عايز بس اتاكد من حاجه، تعال ناخد الكلام ده ايزوليت. اتاكد ان الوشوش بس ما كنتش معمول لها فليب كده، يعني ما كنتش مقلوبه كده. تمام طيب ننزل تاني كده، ظبطنا الجزء ده مع السقف. نرجع تاني هتلاقي فيه هنا اضاءه دي بتاعت السوفا، جزء السوفا. تعالوا لو عايزين نعمل له كاميرا نخش من هنا ونحط كاميرا كده ونقول له شاتر سبيد مظبوط تمام، وارجع لورا زوم كده تمام كده. نمسك وحدة الإضاءة من اللايتس نعلم عليها، هنلاقي فيري لايت ديسك نفس الكلام معمول لها 100 ملتي بلاير. طبعا احنا عايزين الجزء ده يبقى هنعمله مثلا اورنج، تعالوا نجرب اورنج الاول. تمبريتشر مظبوط، وبعد كده هنعمله انفيزيبل تمام، والدايركشن بتاعه تمام، كل حاجة مظبوطة. وبعد كده ندخل على نعمل دي اول وندخل هنا على اللمبه نفسها نشوف الماتيريال بتاعتها. هنلاقي معموله 130 ولونها اورنج. طيب تعالوا ندخل على الكاميرا، احنا بس محتاجين ان الرخام ده يظهر بالخامه بتاعته عشان نشوف لو في حاجه فيها تلسع. فتعالوا نسميه مع بعض، نعمل له جروب، والجروب ده هنسميه مثلا فلور ونقفله كده وندوس اوكي. وندخل على اعدادات الريندر، ندخل على اعدادات الريندر ونعمل اكسكلود للفلور، نوديه الناحية التانية وتعالوا نعمل ريندر. تمام زي ما انت شايف الإضاءة بتاعته تحسها ضعيفة شوية، استنى اما تخلص. طبعا زي ما انتوا شايفين الإضاءة الأورنج تأثيرها اهي على الكنبة وتأثيرها هنا على الحائط. ممكن حد يقول طب لا أنا محتاج مثلا إن الإضاءة هنا تكون يعني ما تبقاش كلها هنا اورنج، فاعمل مثلا الجزء ده يكون كولد. فيقول لك الاضاءه هنا بتاعت اللايت، نمسك اللايت وحده الاضاءه وتعالوا نخليها درجه الحراره بتاعتها 12000 عشان يعمل شويه تناغم. وبعد كده يجي للماتيريال بتاعت اللمبه نفسها ويخليها
نفس الدرجة اللي هنا. تمام كده. اوكي، وتعالوا نجرب نشوف البلوك ده نفسه، ناخده كده ايزوليت. نفك الجروب. يعني لو في إمكانية اللي احنا نعمل سكيل كده. نقف كده في الكاميرا. تمام كده، بحس ان هو يكون كبير شوية. تعالوا تاني، تعالوا نعلم عليه ونعمل له سكيل كده برضو، نتأكد ان هو مظبوط. تمام، ندخل في الكاميرا. تمام كده، ونقول له ايه في البال جروب تاني، وتعالوا نمسك بقى الإضاءة. طبعا الفول اوف بتاعها ممكن يكون كبير، تعالوا نصغره شوية. تمام كده، وننزل وحدة الإضاءة لتحت شوية، وندخل في الكاميرا، وتعالوا نعمل ريندر. لا، الفول اوف بتاعه باين ان هو صغر قوي، تعالوا نكبره تاني، وتعالوا ننزل التارجت للأرض لتحت كده. نكبر بس كده الفول اوف عشان خاطر وينزل لحد الأرض، عشان يبقى بس انا ما عايز زي في زي تقاطع كده بين الإضاءتين، تناغم بينهم. فتعالوا نعمل ريندر. تمام كده، طيب تعالوا نشوف بس الماتيريال اللي هناك بتاعت الإزاز ده، عشان انا حاسس ان فيها حاجة، تعالوا نتأكد منها. لو مسكنا دولت، تعالوا نعمل شو للماتيريال بتاعت الإزاز، هنلاقي فيها ان احنا كنا حاطين هنا في الجلوسنس صورة او الجريدينت. تعالوا نعمل له شو. زي ما انتم شايفين هنا الجريدينت معمول من تحت لفوق، هنا معمول من الجنب، فهنا مقلوب، فمحتاج هنا يتعمل له زي روتيت. فهنيجي نمسك ال يو في دبليو ماب بتاعه، ونعمل له روتيت انجل، نخلي الانجل 90 درجة. تعالوا نجرب نعمل له روتيت كده. تمام، بس محتاجين بقى نظبط المقاسات بتاعته يبقى على قده. نظبط الارتفاع، في هنا فت، نظبطه كده فت على قده بالظبط، بحيث ان هو فعلا يبقى نازل من تحت وطالع لفوق نفس الكلام، لان هو كان مقلوب. لو شفناه كده في الرندر، لو جينا كده قربنا، تحس ان الجريدينت ماشي من الشمال لليمين، من هنا كلير ومن هنا معمول له نغمشة. فاحنا كنا محتاجين لا ان هي تبقى من تحت لفوق زي اللي هنا موجودين، فانا حسيت ان في هنا مشكلة. فزي ما شايفين كان طالع ان هو مقلوب. ظبطنا اليو في دبليو ماب بتاعه وعوجناه، عملنا له روتيت. تعالوا نرجع تاني نكمل كده، خلاص الإضاءة دي مظبوطة. تعالوا نيجي هنا ورا، هنلاقي في عندنا هنا إضاءة السبوتات دي. لو جينا طبعا وقفنا في التوب، نظبط السبوت ده في مكانه، نجيبه هنا والسبوت ده. تعالوا نمسك لايتس عشان نقدر نسلك عليه. طبعا هنلاقي ان الاتنين دولت متاخدين انستنس من بعض، فتعالوا بقى نشوف هنعمل الاضاءه بتاعتهم ايه. تعالوا نقف في الكاميرا، نقف في كاميرا هنا كده،
ونقف في التوب. تعالوا نرجع الكاميرا دي ورا شوية. طبعا هنشيل اللايت نخليها اول، ونمسك الكاميرا نرجعها ورا شوية كده، وندخل نتأكد ان احنا عاملين شيفت اف، ونبعد شوية بالزوم بالمنظر ده، ونمسك التارجت نفتحه نقفله ونفتحه تاني. نتأكد ان احنا ماسكين التارجت، نرفعه كده لفوق ونبعد شوية بالكاميرا. ونظبط الرأسية. تمام كده. تعالوا بقى نشوف السبوت ده هو معمول ايه. معمول 10,000، ودي درجة الحرارة بتاعته، ودي درجة الباور بتاعه. تعالوا نتأكد ده تاني نفس الكلام. تعالوا نعمل رندر، نتأكد بس الأول إن الكاميرا مظبوط إعدادات بتاعتها 50. تمام. تعالوا نعمل رندر. طبعا ثواني بس، احنا هنا النجفة دي لو جينا كده زومنا عليها، مفروض ان احنا عاملين فيها فيري لايت ماتيريال من جوه. تعالوا بس نعمل لها، نسميها حرف، نسميها لايت، وتعالوا نعمل لها اكسكلود عشان الماتيريال بتاعتها تبان. اكسكلود للايت، ونقول له اوكي، ونقف في الكاميرا تاني. وتعالوا نعمل ريندر تاني. كده تمام. طبعا محتاجين ان وحدة الاضاءة دي كمان تكون منورة معايا. تعالوا نشوف الاضاءة بتاعتها، نزوم عليها، معمول لها جروب. تعالوا نفك الجروب، نمسك وحدة الإضاءة اللي جوه، معمول لها جروب تاني open، نمسك وحدة الإضاءة هنلاقي اللي هي بتنور أزرق. تعالوا نخلي الإضاءة بتاعتها أورنج 2500، والإنفيزيبل والباور بتاعها معمول 15,000. تعالوا نقف في الكاميرا تاني ونجرب نعمل ريندر. طبعا انت بتحاول تعمل تداخل بين الاضاءات، يعني انت عامل اضاءة زرقاء هنا، فما تجيش هنا تعمل دي كمان زرقاء، تعملها زي ما انت شايفين الاضاءة بتاعتها ضعيفة، ما تعملهاش هي كمان زرقاء، تعملها اورنج. فتعالوا نخلي 15,000، تعالوا نخليها 20، ونرندر تاني، لأن دي إضاءة معايا كي لايت، فلازم تكون إضاءة قوية ما تكونش ضعيفة. تمام كده. زي ما انت شايفين كده الرندر خلص، ادي السبوتات معايا، وادي اللينس بتاع النجفة لو جينا هنا زودناه من هنا كده اهو. تمام. طيب زي ما انت شايفين معايا إضاءة السبوتات، تحس إن هي محتاجة تزيد شوية، لأن إحنا هنفترض إن إحنا الخامة بتاعتنا أغمق من دي، اللون ده فاتح شوية عن الماتيريال بتاعتنا، فهنفترض إن الإضاءة بتاعة السبوتات محتاجة تزيد شوية. الليد بتاعي يعني تمام، الإضاءة بتاعتي دي تمام، لأن طبعا الألوان اللي هنا هتكون أفتح من الألوان دي، فهتكون تمام معايا مظبوطة، مفيش أي مشكلة. طيب هل انا محتاج ان انا السبوتات دي كلها احط لها اي اس؟ لا، انت طبعا ما تحاولش تكتر الاضاءات معاك في المشهد، لان هي هتديك ممكن كتر السبوتات تخليها تضرب. تاني حاجه، لو مدام السبوت ده مش هيفيد معايا في الاضاءه قوي، ومش هيبان معايا على حائط ولا حاجه، فملاش اللي انا احطه، يعني كفايه ان انا اخليه منظر بس ايه منور، هيكون ده كافي معايا. فتعالوا نمسك ده ونزود الاضاءه بس بتاعته حاجه بسيطه كده. تمام بس كده. وتعالوا هنا في الماتيريال دي، ندخل كده جوه عشان نقدر نبك الماتيريال. تعالوا نبك الماتيريال دي، ونقول له ادي الماتيريال بتاعت الفيري لايت، ممكن نكبرها شوية نخليها 600 ضعف،
عشان خاطر تقلط اللينس بتاعها يلقط اكتر. تمام كده. هنيجي بقى هنا في الجزء بتاع الدريسنج، نحط كاميرا هنا ونقف، نظبط الرأسية ونفعل التارجت ونرفعه كده لفوق ونبعد لورا شوية في الزوم كده، ونوقف الرأسية. تمام كده. هندخل على السبوت ده نشوف ايه الدرجة بتاعته، معمول اورنج، معمول ده الباور بتاعه، بدايته 2 1 12 2 2 3، نفس الكلام ده السبوت نفس النتيجة بتاعته. تمام. وادي السبوت ده معمول نفس الكلام اورنج، والليدات هنا زرقاء. وتعالوا نشوف اضاءة الليد اللي هنا، البلان اللي هنا معمول ابيض، طبعا انا محتاجه هيكون معايا في اللقطة. تعالوا نشوفه هنا في اللقطة معمول ايه، معمول يعني احنا عندنا الكشافات دي ضربة ازرق برتقاني وورم، والسبوت ده ضارب وورم، لكن والليد هنا ضارب قصدي ده السبوت ده كولد والليد هنا كولد، لكن الليد هنا هو اللي وورم واللي تحت برضه وورم. يبقى السبوت معايا ده المفروض ما يبقاش وورم، يبقى كولد، المفروض يبقى 12000. تمام كده. والليد ده هيكون وورم معايا هيبقى 2500، ونخلي الباور بتاعه دلوقتي مثلا خليه 300 لحد ما نشوف النتيجة بتاعته ايه. تمام كده. ونفس الكلام بتاع الليد اللي من تحت هيكون خليه 300 والدرجة بتاعته 2500 وورم، وبرضو هنقول له انفيزيبل. وهنا نفس الكلام هنقول له انفيزيبل. وتعالوا نقف في الكاميرا، او قبل ما نقف في الكاميرا تعالوا في هنا كمان ليدات، هنخلي مثلا الليد ده معمول وورم، وتعالوا نخلي ده نفس الكلام وورم. تمام. سيبهم كده وبعد كده تعالوا نشوف النتيجة. نقف في الكاميرا نتأكد ان الكاميرا اعداداتها مظبوطة 50. تمام. تعالوا ناخد لقطة ريندر. طبعا زي ما انتم شايفين الماتيريال هنا فاتحه شويه عن الالوان اللي احنا حاطينها، فنبقى عاملين حسابنا ان الاضاءات لو هي عاليه قوي هنا هتبقى لاسعه. فتعالوا مثلا نشوف هنا على الدولاب مثلا الاضاءه كده هنا على الدولاب تحسها هاديه شويه، بس طبعا لان الماتيريال دي هتكون اعلى فهي كده تعتبر مناسبه. نشوف الليد. تمام. وادي اضاءه الليد. تمام مناسبه. طبعا محتاجين قطعة الخشب دي تعلى لفوق اكتر، حتى الليدات اللي هنا. تمام. تعال نشوف اللي تحت. هنا اضاءة السبوت يعني محتاج ان هي تعلى شوية او نظبط التارجت بتاعها اكتر عشان الرسمة بتاعته تبان. الليد اللي تحت هنا تمام، وهنا الليد اللي تحت الدولاب برضو تمام. طيب تعالوا نوقف وتعالوا نمسك التارجت بتاع السبوت. ونعليه لفوق شوية. تمام. تعالوا نمسك السبوت نفسه ونعلي الباور بتاعه أكتر. وتعالوا نقف في الكاميرا وتعالوا نعمل ريندر تاني ريجون على الجزء ده.
تمام كده بدأ يبان شوية. نعليه أكتر. طبعا ناخد بالنا من حاجة، هنا الليد ده لو جينا عملنا له بيك أهو، ده الماتيريال بتاعت المراية وده الماتيريال بتاعت الليد. طبعا هو نفس اللون بتاع الإضاءة اللي ضاربة عليه، فاحنا ممكن بقى هنا نيجي نديله أي لون تاني، مثلا موف كده. تعالوا نعمل ريندر ونشوفه هيبقى عامل ازاي في الريندر. زي ما انت شايف ده اللون اللي هيبقى بتاعه. لو تمام عاجبك خلاص، لو مش عاجبك ممكن ترجعه تاني، نرجعه تاني نفس اللون. تمام كده. وممكن نخلي الباور بتاعه عالي، نخليه 200 عشان يقرا اللينس بتاعه بسرعه. تمام كده، كده الاضاءات هنا مظبوطه. طبعا محتاجين نخلي فيه سبوت بره هنا، نيجي نخرج من الكاميرا. محتاجين نحط هنا سبوت فوق عند السبوت ده عشان ينور على الحائط شويه، فممكن ناخد نفس السبوت ده. تعال نقف في التوب، نعلم عليه ونقف في التوب، ناخده هو والتارجت بتاعه وناخدهم كوبي شيفت ونحطه هنا انستنس، ونخلي التارجت بتاعه على الحائط. تمام كده. طبعا محتاجين نفس الكلام السبوت اللي هنا، هناخد نفس السبوت ده بالتارجت بتاعه ونجيبه هنا كمان ونقول له انستنس، ونجيب التارجت بتاعه ناحية الباب ونشوف بقى السبوت كده مظبوط في مكانه. تمام. طبعا السبوت ده لازم يكون، ناخد بقى بالنا من حاجة دلوقتي، السبوتات اللي احنا عاملينها على الحائط دي سبوتات كلها وورم، لكن السبوت نفسه معمول الماتيريال بتاعته كولد. فتعالوا بقى نعالج الموضوع ده للسبوتات دي. عندنا دولت وايه تاني، دولت بس السبوتات الإضاءة بتاعتهم وورم، ممكن ناخدهم كده. طبعا احنا عايزين دولت، نرجع تاني عايزين ناخد السبوت ده ونلغي الإضاءة دي. تمام كده. لو جينا دوسنا ماتيريال، تعالوا نشوف الماتيريال بتاعتهم فين. تعالوا نعملها ريسيت، نرجعهم كلهم تاني. وتعالوا نعمل باك لأي ماتيريال من دولت، هنلاقي اللي هو الماتيريال بتاعت السبوت، وادي الماتيريال بتاعت الفيري لايت ماتيريال. تعالوا ناخد من الماتيريال دي دراج على اللي جنبها كوبي ونغير اسمها. تمام. وبعد كده ندخل على الإضاءة بتاعتها ونخليها نفس الدرجة، بس نخليها أورانج. نفس درجة الإضاءة. مثلا كده. ونرجع تاني، فتبقى هنا دي الإضاءة اللي هي الور قصدي الكولد، ودي هتبقى الماتيريال بتاعت الإضاءة الور. ونعلم بقى الإضاءة دي ونمسك السبوتات دي كلها كده ونقول له assign material عشان دولت يبقى الإضاءة بتاعتهم وورم، ما يبقاش كولد زي الباقي. فيبقى عندي السبوتات دي وورم، لكن بقية السبوتات هتبقى ايه؟ كولد. طبعا لو انت في اي سبوت، مثلا السبوت ده قريب من دولت، فهنخليه نفس الماتيريال، لكن اي سبوت تاني قريب من الاضاءات الكولد نخليه ايه؟ كولد زيه. تمام كده. طيب لو وقفنا تاني كده في الكاميرا ونبعد شويه، ونطلع كده لفوق شوية وتعالوا نعمل ريندر. اديك شايف تأثير السبوت ده، وده تأثير على الباب هناك. تمام كده، زي ما انت شايف تأثير السبوت ده هنا وموجود هنا على البلوك بتاع الإزاز. وطبعا إضاءته هتبقى داخلة معايا جوه الفراغ هنا، هتنور وبعد كده هتأثر معايا تحت هنا اهو على الأرضية وعلى الحائط هنا.
ودي اضاءه السبوت اللي احنا ضفناه هنا على الباب ورا ومنور معايا المنطقه دي. تمام كده زي ما انتم شايفين منور معايا هنا. ممكن نفصل اضاءه السبوت ده عن السبوتات التانية اللي عند السرير ونقلل الشده بتاعته عشان ما يبقاش لاسع معايا كده هنا في الماتيريال. فممكن نفك الانستنس بتاعه، يعني نيجي على السبوت ده ونقول له مش هو متاخد انستنس منهم، نقول له فك الانستنس منهم. ونفس الكلام نعمل ايه، نقلل الباور بتاعه شويه عشان خاطر لما اجي اعمل ريجن مثلا على الجزء ده، ونيجي نرندر تاني ما تلاقيش الارض لسعه معاك زي ما انتم شايفين اللسعه هديت شويه اهي. تمام، وبعد كده هناخد حاجه في اعدادات الريندر تهدي لي اللسعه دي وهناخدها المحاضره اللي جايه. تمام كده اللسعه بدات تهدى معايا شويه زي ما انتم شايفين الفرق هنا بين الاضاءه بين الجزء ده والجزء ده. يعني لو جينا كده فصلنا زي ما انتم شايفين خط الاضاءه هنا الفاصل، الاضاءه هديت شويه. طيب كده احنا خلصنا الاضاءه، تست الاضاءه في المشهد كله، عملنا الاضاءه بتاعت الدريسنج والاضاءه ناحيه الباب والاضاءه عند التلفزيون والاضاءه عند السرير والاضاءه اللي عند السوفا والاضاءه اللي خلصناها المحاضره اللي فاتت عند الشباك. فتعالوا كده نقف في الكاميرا الاولى دي وتعالوا نعمل نفس تيست الاضاءه بس على الماتيريال، ونلغي الاوفر رايت ماتيريال ونشوف ايه اللي هيحصل، هل الاضاءه معانا مظبوطه ولا محتاجه لسه تتعدل. تعالى ندخل اعدادات الريندر وندخل على الاوفر رايت ماتيريال. كل اللي احنا هنعمله هنقفل التشيك دي عشان كل اللي احنا عملناه ده يتلغي وتظهر بقى الماتيريال معايا. تعالوا نعمل سيف. تعالوا بقى نجرب كده نعمل تيست ريندر فاينل كده. طبعا زي ما انت شايف اللقطه قربت تخلص في الريندر، في بعض الحاجات محتاجه تتظبط طبعا، مع اختلاف طبعا درجات الالوان هنا. الليد السبوت بتاعي تحس ان هو محتاج ان هو يعلى شويه، او ممكن يكون كده مناسب على حسب اللقطه اللي انت عايزها. ممكن تحس ان هو محتاج يزيد، ممكن نغير شكل السبوت نفسه عشان ما يبقاش لاسع كده من النص. تاني حاجه الرسمه نفسها بتاعه الحيطه محتاجه ان هي تطلع لفوق شويه، تعمل لها اليو في دبليو ما بيتحرك لفوق شويه. هنا محتاج الاضاءه بتاعه السيلينج لايت دي محتاج ان هي تهدى شويه، لان طبعا الالوان لما بقت فاتحه بقت لاسعه اكتر، محتاجه تهدى حاجه بسيطه. اضاءه الشمس بتاعتي من بره محتاج ان الباور بتاعها يقل، ما تبقاش بنفس الشده كده، محتاج ان هي تهدى برضو شويه. الليد حاسس ان هو محتاج يعلى شويه، تعالوا بس نتاكد ان الليد تمام، محتاج يعلى الباور بتاعه اكتر. فتعالوا نوقف كده ونظبط الحاجات دي. تمام ده محتاج يبقى مثلا 800، تمام. تعالوا نشوف السبوت ده، احنا مختارين رقم 34 هنا. طبعا احنا واخدين من ده انستنس تقريبا هنا، فمحتاجين ان احنا بس نغيره هنا لوحده. فنفك الانستنس عشان لو هنغير شكله هو 34. تعالوا ندخل هنا على مكتبة الاي اس نشوف 34 اللي هو ده. زي ما انتم شايفين كان في النص قوي شوية، فاحنا محتاجين لا ما يبقاش قوي كده في النص عشان ما يلسعش معايا. فممكن نختار حاجة زي ده تكون الإضاءة بتاعتها عالية فوق لكن نازلة على خفيف. فناخد شكل 35 وندوس اوكي ونتأكد نعلي الباور بتاعه شوية. تعالوا ندخل على اليو في دبليو ماب بتاع الرسمة، طبعا ده اليو في دبليو ماب بتاع الصفر. ندخل على اليو في دبليو ماب بتاع الرسمة تمام كده، ونعمل لها موف لفوق كده. ندخل في الكاميرا
تمام كده مناسب. بعد كده ايه تاني كان محتاج يتعدل؟ السبوت واضاءة الليد، والاضاءة دي كانت محتاجة تهدى شوية، ممكن بدل 250 نخليها 200. الشمس الاضاءة بتاعتها محتاجة الباور بتاعها يهدى شوية، نمسك الشمس ونخلي الباور بتاعها بدل واحد نخليه مثلا 5/10. إضاءة الفي راي بلان هنا ممكن نعليها شوية، بدل 600 تعالوا نخليها 1000 ونشوف النتيجة. وتعالوا بقى نجرب نعمل رندر تاني، بس تعالوا نظبط الكاميرا أكتر، نمسك التارجت بتاعها ونرفعه كده لفوق ونقرب كده تمام. بعد كده نظبط الرأسية، تمام كده. تعالوا نعمل ريندر. زي ما انتم شايفين السبوت اضاءته نازلة خفيفة، فتعالوا نوقف ريندر، تعالوا نعلي الشدة بتاعته. تعالوا نعمل ريجن بس هنا على الحائط، نتأكد ان السبوت مظبوط الاول. لسه تمام يبان اهو طبعا، لان كل سبوت الباور بتاعه بيكون مختلف على السبوت التاني على حسب طبعا شكله، فما تعتمدش ان السبوتات كلها بتبقى نفس الباور، لا كل سبوت ليه الباور بتاعه. تمام كده بقى مظبوط. تعالوا بقى نفك الريجن ونعمل ريندر. طبعا الإزاز هنا عاكس بنسبة 100%، ممكن نقلل الانعكاس ده شوية عشان ما يبقاش كأنه مراية. تعالوا نعمل بيك للماتيريال بتاعته ونخلي الريفليكشن نازل كده شوية، وبعد كده نعمل ريندر تاني. ممكن نزود شوية الديسبليسمنت بتاع الحائط الماتيريال بتاعته عشان نبرز الطوب أكتر. تعالوا نعمل له كده ونشوف الماتيريال بتاعته. ننزل في الديسبليسمنت في المابس، طبعا الديسبليسمنت موجود هنا. نيجي نشوف الباور بتاعه معمول 5، تعالوا نخليه 6 ونرندر. تعالوا ناخد ده مع الوزرة مع الحائط ايزوليت، وتعالوا ناخد الحائط ده عشان نتأكد الديسبليسمنت في مكانه ولا لأ. ناخد الحائط ده ونجيبه عند بداية الحائط، ونيجي هنا كده ونعمل ريندر. زي ما انت شايف الديسبليسمنت راجع لورا، لأن طبعا احنا حاطين له اوفست. تعالوا ندخل هنا ونشيل الاوفست، كنا عاملين له اوفست سالب 5، تعالوا نلغيه نخليه 0 ونشوف البلان. مهم جدا ان انت تتاكد زي ما انت شايفين الديسبليسمنت رجع لورا، ممكن تكون رقم الاوفست مش نفس الرقم بتاع
الديسبليسمنت الباور بتاعه. فتعالوا نقول له هنا سالب 2، رجعوا له بس 2 لورا وتعالوا نشوف كده هتتظبط ولا لا. طبعا محتاجه ترجع كمان، نقول له سالب 3، ناخدها نص المسافه، ممكن كده تتظبط. تمام، زي ما انتم شايفين جت هي على الطرف وظبطت معايا. نتاكد بس. تمام، زي ما انتم شايفين جت مظبوطه بالظبط مع سالب 3. يبقى انت الرقم اللي هتحطه هنا في الباور تحط نصه هنا في الشيفت اللي ورا عشان تيجي مظبوطه. تعالوا بقى نرجع تاني في الكاميرا ونفك كده ونعمل ريندر كده. مكان الليد اهو اتظبط معايا، ما بقاش داخل جوه او راجع لورا. زي ما انتم شايفين كده الريندر خلص. وتعالوا نشوف بقى لو في حاجه محتاجه تتعدل. اول حاجه ملاحظينها ان البلوك ده مرفوع عن الارض، اللي هو السجاده بالكرسي. البلوك ده كله مرفوع عن الارض، محتاج ينزل. البامب بتاع الخشب ممكن محتاج يزيد شويه. عندي هنا الرخام هنا الاسود، طبعا الريفليكشن بتاعه عالي جدا، محتاج ان هو يقل شويه. عندي هنا اضاءه السبوت التارجت بتاعها، ممكن ان انا ارفعه لفوق شويه عشان خاطر ما ينزلش يبقى لاسع كده على الارض او على الخشب بتاعي. تمام كده مفيش اي مشكله تاني. ممكن بس الاضاءه اللي هي الزرقاء اللي من بره ممكن اهديها شويه عشان قويه. فتعالوا نشوف كده. اول حاجه نمسك السبوت ونمسك التارجت بتاعه، ممكن نرفعه كده لفوق وندخله لجوه اكتر في الحائط. دي اول حاجه. عندي الرخام، تعالوا ناخد ماتيريال الرخام نعمل لها بك. هنلاقي الجلوسنس بتاعها الريفليكشن بتاعها نقلله، وممكن نقلل الجلوسنس شويه نخليه 93. تمام كده. عندي البلوك ده، تعالوا نعمل له كلوز مع وحدة الزرع دي. الجروب ده كله ناخده مع الأرض ونقف الفرونت، نحركه كده ونجيبه في الواي من السناب من النقطة دي للنقطة بتاعت الأرض دي عشان يبقى نازل على الأرض كده. نقف تاني، ممكن ناخد الماتيريال بتاعت الخشب بتاعت الأرض، والبامب بتاعها ممكن نخليه 60 الضعف. ممكن ندخل على صورة البامب هنا ونخليها 3. تمام. إضاءة الفيري لايت بلان، ممكن نخليها بدل 1000 نخليها 800. نتأكد بس إن هي موجودة من بره البلان. كده تعالوا كده نعمل ريجون على الجزء ده ونشوف لسه لاسع ولا لا. زي ما انتم شايفين اللقطه اتظبطت عليه. تعالوا نعمل ريجون هنا على الارضيه الخشب ونشوف البامب بتاعها. طبعا البامب بدا يبان بتفاصيله اكتر، والارضيه هنا السجاده بدات تنزل على الارض ما بقتش طايره. عندي ايه تاني؟ الرخام. تعال نشوف الريفليكشن بتاع الرخام. تمام كده الريفليكشن بدا يظبط كده، بقى مظبوط معايا. تعال نوقف رندر وتعال نعمل ريجن على الحائط ونشوف السبوت عليه شكله هيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايف ده شكله. ممكن نرجع تاني
التارجت بتاع الاسبوت ممكن نطلعه بره شوية ونعمل ريندر تاني. تمام، ممكن نبعد الاسبوت نفسه من فوق، نحركه لبره شوية كده عشان يلحق يفرش الشكل بتاعه كويس على الحيطة. تعالوا نعمل ريندر تاني ونشوف. تمام كده، نتأكد بس، تعالوا نتأكد ان هو لسه مش لاسع تاني على الارض تحت. تمام كده، الاضاءة مناسبة شوية مش لاسعة. تمام، محتاج بس ماتيريال بتاعت الخشب ده تاخد ريفليكشن شوية، نعمل لها بيك ونعمل لها ريفليكشن شوية. ممكن نزود الجلوسنس، نخليه مثلا 93%. تمام، ايه كده تاني محتاج يتظبط؟ تعالوا نتأكد من البلان ده، عايز اتأكد من حاجة. تعالوا نمسك الايديت بولي، نمسك الفيس، تمام مظبوط، شوف اللي هيكون معمول له فليب ولا حاجة. عندي هنا الإضاءات، تمام مفيش فيها مشكلة. ممكن لو حبيت أزودها، هنا عندي التكتشر بتاعت الخامة بتاعت الحوائط، تعالوا نبص عليها تاني. زي ما انت شايف في الدرجة، تعال ندخل هنا ونعمل لزيه 100%. تمام، تعالى نعمل لها اوفرلي، انا محتاج ان الباترن تبقى باينة اكتر. خليها زي ما هي سوفت، وممكن ان احنا نعمل الدرجة دي كانت الدرجة بتاعت 2، والدرجة الأولانية كانت معمولة 4، ممكن نخلي دي 5. تمام، تعالوا نجرب كده نعمل ريندر هنا. هي طبعا ممكن ما تبانش غير لما نعمل ريزولوشن العالي في الريندر ونظبط إعداد الريندر، بس تعالوا نشوف الفرق هنا. تمام كده، زي ما انتم شايفين الباترن بدأت تبان معايا اكتر من هنا، النقشة بدأت تبان معايا اكتر كويس كده. تعالوا نتأكد برضو هنا الليد ضاعت الاسبوتات، نتأكد ان هي مظبوطة. تمام كده، تعالوا بقى كده نعمل ريندر للقطة دي كده كلها. زي ما انت شايف كده، وقفنا الريندر لحد هنا، الإضاءة هنا مظبوطة والإضاءة على الأرض اهي تمام مظبوطة، وادي الرخام وادي المراية تمام، كل حاجة مظبوطة. عندي الإضاءة اللي خارجة من بره تمام مظبوطة، وادي الليد وادي اللينس. اللينس بقى ممكن نقلل الباور بتاعه من هنا كده تمام، والحيطة معايا مظبوطة والسبوت كمان، كل الإضاءة عندي هنا كده مظبوطة. تعالوا بقى نشوف حاجة تانية. لو جينا هنا، عندي هنا الجزء ده اللي هيبقى فيه فاير، هيبقى فيه نار، فعندي طريقتين. لو جينا كده شفنا النار، ده منظر النار. فلو جينا عندي طريقتين، أول طريقة إن أنا آخد البلوك ده كده، ممكن نيجي في الفرونت ونرسم زي بلان من هنا كده لهنا تمام، ونقف في التوب نجيب البلان ده في النص بالظبط كده. تمام كده،
ونقف في الفرونت وننزله لتحت ونشيل السيجمنت اللي فيه مش عايزينها، ممكن نديله ايديت بولي ونبدأ نرفع ده كده لفوق شوية. تمام. وبعد كده نمسك البلان ده نديله ماتيريال بس very light material، ندخل على ال V-Ray ونديله very light material وهنقول له نحط هنا texture صورة، هنجيب صورة النار ونحطها هنا ونقول له show. وطبعا زي ما انتم شايفين الماتيريال من هنا، لو انا عايز ازود الباور بتاعها اخليها تنور اكتر اقدر ان انا اقول له من هنا مثلا خليها الباور بتاعها 3 فالنور تبدا النار تبدا تنور معايا. بعد كده نعمل لها اوباستي، وصوره الاوباستي دي هنجيبها ونحطها هنا في الاوباستي تحتيها عشان الابيض بس هو اللي يظهر والاسود ده يختفي اللي هو الخلفيه بتاعته، فتبدا تظهر معايا النار بالشكل ده. طبعا لو دخلنا هنا عملنا شو نديها البلان ساين ماتيريال، وتعالوا كده نيجي نقف هنا كده ونكبر ده كده لفوق ونحط لها يو في دبليو ماب نعمله بوكس. طب انا عايز اشوف ما دام انت حاطط فيري لايت ماتيريال ممكن ما تظهرش معاك عشان هي منوره فبتظهر معاك النور بس، ممكن ناخد الصوره دي ونحطها على ماتيريال تانية في هنا في الديفيوز ونقول للماتيريال دي هي اللي تطبقي عشان خاطر نشوف بقى نعمل لها شو ونشوف اليو في دبليو ماب مظبوط ولا لا عليها. نمسك اليو في دبليو ماب كده وننزلها لتحت. تمام. نبدا نظبط السكيل بتاع النار كده مثلا والارتفاع بتاعها ونبدا نطلعها لفوق كده. تمام جدا. وبعد كده نديها بقى الماتيريال اللي هي اللي بتنور، وتعالوا نقف كده في الكاميرا نحط مثلا كاميرا كده ونقول له اظبط كل حاجة والرأسية وكل حاجة، وتعالوا نعمل رندر. تعالوا بس نشوف اللي الصورة الماسك اللي احنا عاملينها كده مظبوطة ولا لأ. مفيش حاجة ظاهرة. تعالوا نرجع نتأكد من البلان ان هو كان معمول له فليب. تعالوا نرجع نرندر تاني. زي ما انت شايف النار بدأت تظهر معايا، الماتيريال بدأت تظهر معايا اهي. ولو انت عايزة تنور اكتر تقدر تدخل على الماتيريال وتقول له مثلا من هنا انا عايزها لا 8 بدل 3 الباور بتاعها، وتيجي ترندر تاني فتلاقيها منورة معاك زي ما انت شايف كده. طبعا لو هي عايزها تطلع نور طبعا حواليها فانت هتيجي هنا تمسك ده وده وتقف كده في التوب وتحط لها ايه في ري بلان، تجيب الاضاءة وتجيب في ري بلان وتحطه هنا كده. تعالوا نشوف البلان ده اتحط فين. طبعا هو محتاج يصغر شوية في اللينس. تمام كده. ويصغر شوية كمان في الويدز. وبعد كده نعمل له ميرور ينور لفوق. وبعد كده هنطلعه كده. تمام. نظبط الكالر بتاعه التمبريتشر تكون 2000 او 2500 عشان يبقى منور نفس ضوء النار. وبعد كده نعمل نشيل الافكت ريفليكشن والسبيكولر عشان ما يبانش انعكاسه في الرخام. وتعالوا نعمل كده ونعمل رندر تاني.
زي ما انت شايف منور معايا شوية، ممكن نزود الباور بتاعه، ان الباور بتاعت ليه قليل. تعالى نعمل الباور بدل 30 نعمله 200، وتعالى ننظر تاني. زي ما انت شايف كده بدأ ينور المكان. طبعا دي اول طريقة، اللي هي الطريقة الأساسية أو الطريقة العادية إن أنت تعمل بيها نار. في بقى طريقة تانية إن إحنا نمسح البلان ده. طيب إحنا شفنا الطريقة الأولانية إزاي بنعمل النار. عندي في طريقة تانية إن إحنا نمسك الجزء اللي هو هيبقى فيه النار، وهنعمل كده بوكس كده صغير. تعالى ناخدهم كده أيزوليت، هنرسم بوكس كده صغير، وهنقول له إن البوكس ده على قد مكان النار، وهنقول له عايزين البوكس ده بقى يطلع نار معايا. طب هيطلع نار إزاي؟ في بلجن اسمه فونيتكس. الفونيتكس ده هتختار منه اول واحده اللي هي اسمها الفاير، اللي هي الفونيتكس اف دي سيت اب افاير. بس انت الاول هيطلب منك اللي انت تسلك على البوكس اللي انت عايز تطلع منه النار، ومجرد ما تدوس عليها هو لوحده هيبدا يسلك على البوكس، وهيعمل لك طلع لك منه نار، وهيبدا يحط لك حواليه زي مستطيل كده جزمه للفونيتكس بتاعك بالمقاس بتاعه، ويبدا ينزل لك جنبي سكريبت بلجن اسمه فاير. فاير ده اللي هو بتختار منه البوكس، وفي طبعا في منهم في كل حاجه فيهم شويه اعدادات كتيره. طيب احنا هنيجي هنا هنقول له اهم حاجه ندخل على الفونيتكس من هنا. اول حاجه مهمه بالنسبه لي اللي هو المقاس، طبعا نخلي العرض على قد والطول على قد المقاس اللي انا عايز يطلع فيه النار. تمام، دي اهم حاجه. الطول وادي العرض. تمام كده، وادي الارتفاع. تمام، بعد كده عندي السيل سايز. السيل سايز ده الرقم ده كل ما بصغره كل ما السيل بتاعت الخلية بتبقى اصغر، فالنار بتاعتي بتكون تقيلة، وكل ما بيزود لي العدد السيلز الكثافة يعني بزود العدد، فالنار بتكون عندي تقيلة ما بتكونش خفيفة. وطبعا ده لما بيزود معايا العدد ده الرقم اللي تحت ده كل ما طبعا بيتقل معايا في الرندر. فطبعا احنا هنزوده لحد ما مثلا تبقى 5 مليون او 6 مليون، كفاية كده. وهنا ممكن نزود هنا السكيل بقى بتاع النار، ممكن نزوده نخليه مثلا 4 دلوقتي، ونشوف هنحتاجه ولا لأ. وطبعا زي ما انتم شايفين في فريم لون موف وفي فريم لونه اخضر. الفريم الاولاني ده ان النار اول ما هتوصله هتبدا يعمل لها زي تمدد لحد الفريم الاخضر، وده نقدر نحده عن طريق من هنا اللي احنا نقدر نحدده من هنا. بس خلينا دلوقتي بلاش ندخل في اعدادات اكتر، تعالوا ندخل بقى للفريم ده. نطلع طبعا زي ما انتم شايفين ادي النار السيميوليشن بتاعها. لو جينا كده وقفنا في الكاميرا وجينا كده عملنا ريندر، طبعا هو هنا مسجل سيميوليشن عشان انا كنت عامل سيميوليشن ليه قبل كده، فهو مسجله. زي ما انت شايف النار بدأت تظهر الشكل بتاعها معايا. طبعا انت بتختار الفريم بتاعك على حسب الشكل اللي انت عايزه. زي ما انت شايف النار اهي بدأت تظهر معايا. تمام كده، هنوقف رندر. طبعا انت هنا هو متسجل هنا على الفريمات، انا مرندر لحد الفريم 30، فده شكل النار. لو عايز تغير شكلها بتبدأ تقلل في الفريم كده لحد ما تشوف شكل النار اللي عاجبك وتوقف عليه وتبدأ تدوس رندر. ماشي، انا هنرجع تاني ايزوليت ونبدأ مثلا هقول له انا عاجبني مثلا شكل النار لحد هنا كده، وهبدأ ارندر على الشكل ده. تعالوا نمسك وحدة الإضاءة الفيري لايت، ونقلل الإضاءة نخليها 100 كفاية، وتعالوا نعمل ريندر كده. تعالوا نعمل ريجون أحسن عشان ما ياخدش وقت في الريندر. طبعا انت النار عندك ما بتبانش لما بتيجي ترندر، هي بتبان بس في الفريم الأخير اللي هو الريندر ايمج، تبدأ تبان معانا دلوقتي في الفريم اللي جاي اهي.
طبعا بقى من خلال الاعداد تقدر تتحكم زي ما انا قلت في كثافه النار وفي الارتفاع بتاعها وفي الشكل بتاعها عن طريق الاعدادات بتاعه الفوناتكس. احنا طبعا وقفنا على فريم والنار كانت في واطيه كده، الارتفاع بتاعها مش عالي، عايز تقف على فريم النار في اعلى براحتك زي ما انت شايف. ادي النار، هنوقف رندر. يبقى احنا كده لما تيجي تشتغل انت كل اللي انت هتعمله هتاخد مربع الفونيتكس بتاعك من هنا، وطبعا البوكس اللي هو بتاع النار، وهتاخد السكريبت بتاع الفاير، شوف هو فين اللي هو ده معاك، وتنقله عندك في المشروع. وبعد ما تعمله عندك في المشروع تظبط الفريم بتاعك على زاوية النار اللي انت عايزها او ارتفاع النار اللي انت عايزه، وبعد كده تعمل ريندر. لو انت عايز تعيد السيميليشن من الاول ممكن تغير في الاعدادات، وبعد كده تيجي على عليه وتقول له من هنا ستارت، هيبدأ يعمل سيميليشن من اول وجديد، يبدأ يعمل النار تاني من اول وجديد. ممكن انت، انا مكمله هنا لحد الفريم 30 وبعد كده موقفه، يعني انا جيت لحد الفريم 30 وبعد كده تلاقيه اختفى عند فريم 30، وانت انا اعمل له ستوب من هنا. انت ممكن ترجع تاني تعمل له سيميوليشن انت لحد الفريم 100 وتختار الفريم اللي انت عايزه. ما هو طبعا الريندر بياخد وقت في الفريم، يعني لما بيجي يعمل سيميوليشن بياخد وقت، فانا اكتفيت لحد هنا كده، النار كده عجباني واوقف على كده، او ممكن استنى لحد ما النار كانت قبل ما توصل كده للرخامه لحد كده مثلا وكده، واوقف على كده ورندر. فانت ممكن توقف السيميوليشن لحد 26 وبعد كده ترندر على كده، تمام. يبقى احنا كده فهمنا الفونيتكس على بسيط، بحيث ان احنا نقدر نستخدمه بس ازاي نعمل بيه نار. هنيجي نمسك كل حاجة من دولت، وتعالوا نتأكد بس ان هو مظبوط مع الارض، لان انا حاسس ان البلوك عالي عن الارض. تمام كده، وناخد وحدة الإضاءة دي كمان، وناخد ده، وناخد الأرض، وتعالوا نقف كده في الفرونت، نرفع كل ده وننزله تاني على الأرض. تمام كده، أو لأ محتاج ينزل شوية. نعمل النقطة دي بالسناب كده عشان نتأكد ان هو واقف على الأرض، وبعد كده ندوس ايزوليت. في بلوكات هنا بره زيادة تقريبا، تعالوا نمسكهم. ناخدهم ايزوليت، نفك الجروب ده اوبن، ونمسك كل دولت نسخة زيادة نمسحهم، ونمسك ده جروب كلوز. تمام كده، ادي كده موضوع النار، وعرفنا ازاي نرندر بالماتيريال هنا كده، وظبطنا الاضاءة على الماتيريال ازاي، وازاي اللي احنا ظبطنا كل حاجة من تاني. نفس الكلام هنكرره في الجزء ده والجزء ده على الماتيريال بقى، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط في الاخر بعد ما نتست كله على الماتيريال، ونتأكد ان الاضاءة بتاعتنا مظبوطة في كل حاجة على الماتيريال ومفيش فيها اي تعديلات. كل اللي احنا هنعمله بقى نبدأ نحط الكاميرات بتاعتنا في الاماكن اللي احنا عايزين ناخد منها شطات، ونتأكد ان الاماكن دي مناسبة ان انت تاخد بيها لقطة كويسة. وبعد كده اخر بقى مرحلة اللي احنا نظبط اعدادات الرندر، وبعد ما نعمل اعدادات الرندر نبدا نقف في الكاميرات ونبدا نرندر اللقطات بتاعتنا، وبعد كده ننتقل لاخر مرحله وهي الفوتوشوب والبوست برودكشن. ويبقى كده المشروع معانا انتهى. ان شاء الله هننهي المحاضره دي على كده، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هنبدا نحط الكاميرات بتاعتنا، نبدا ناخد الكاميرات وازاي بنحط الكاميرات بتاعتنا، وبعد كده هنشرح اعدادات الرندر، واخر مرحله هتكون معانا البوست برودكشن. والسلام عليكم ورحمه الله.